Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل ويا رب يخلص وانتم راضين. أنا العم مانجا وهقدم لكم دلوقتي فقرة صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. في استمرار للنجاح الساحق لعنوان بلاك ميث ووكونج، أعلنت جيم ساينس الشركة الصينية المطورة للعنوان بأن تم بيع 10 ملايين نسخ في أول 3 أيام. بلاك ميث ووكونج أصبحت بالفعل ظاهرة وأكبر إصدار لهذا العام. جدير بالذكر أن معدل تقييمات العنوان 81 على موقع ميتا كريتيك نسخة الحاسب. العنوان متاح أيضا على البلاي ستيشن 5، لكن لم يتم تقييم هذه النسخة على الموقع بعد. من ناحية أخرى يبدو أن عنوان سوني بلاي ستيشن كونكورد، وهي لعبة تنافسية أونلاين على غرار فالورنت وأوفر واتش، قد انهارت بالفعل في أوائل أيام انطلاقها. العنوان واللي حصل على معدل تقييمات 69 على موقع ميتا كريتيك بالكاد يلعب. على منصة ستيم وصل أقصى عدد للاعبين المتزامنين إلى 697 لاعب فقط، وفي أفضل التوقعات يبدو أن الرقم قد يصل لي يمكن بضعة آلاف على الأكثر على منصة البلاي ستيشن 5. هذه الأخبار دفعت البعض للتساؤل عن مستقبل دعم العنوان وتنفيذ خارطة الطريق المعلن عنها في ظل خلو خوادم العنوان من اللاعبين. في حوار مع IGN قال رئيس شركة أمازون جيمز كريستوف هارمن إنهم يتطلعون لتطوير ونشر الألعاب على جهاز السويتش الجديد، وصفا السويتش الأصلي بجهاز عظيم وراجيا محبين نينتندو بالصبر على وصول الجهاز الجديد. قال هارمن، وأنا هنا بقتبس: نعم بالطبع نخطط لتطوير ألعاب للجهاز الجديد ولا أستطيع الانتظار حتى يتم إطلاقه. بصراحة أفضل أن ينتظروا سنة إضافية للحصول على منتج مثالي بدلا من أن يتسرعوا بإطلاقه ثم نبدأ جميعا في الشكوى عن ما لا يعمل بشكل جيد. جهاز السويتش كان منتج عظيما ويمكنني الانتظار سنة أخرى إذا اضطررت لذلك. ومن جانب التطوير أعتقد أن معظم المطورين غير التابعين لشركة نينتندو لا يعملوا حصريا على ألعاب السويتش فقط، وإنهم دائما جزء من مزيج من المنصات. وأخيرا وربما يسبب هذا المزيد من الإحباط لمحبي سلسلة كراش بانديكوت، تم كشف عن تفاصيل عنوان كراش بانديكوت 5 الملغى اللي كان مخطط له أن يقدم التقاء بين عالم كراش وعالم سبايرو، مع إمكانية اللعب بالشخصيتين في مواجهة تهديد مشترك. ولكن مع الأسف تم إلغاء الفكرة بعد أن فشل الجزء الرابع من كراش بانديكوت تجاريا، وقررت أكتيفيجن بتوجيه الموارد والمهارات ناحية ألعابها الخدمية. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بها وأن نهاركم يكون أبيض وجميل. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديوهات القادمة.